تراكمي يا دكتور 6.3. أعرف أنه إذا وصل 6.5 هذا يشخص سكري. كيف أسوي يا دكتور أحل المشكلة؟ كثير يجيني هذا السؤال، والله الجواب سهل. ركز معي، الله يسعد قلبك، اسمع. أولا السكر الأبيض هذا ابتعد عنه قدر الإمكان، هذا واحد. اثنين، النشويات اللي خبز، رز، مكرونة، معجنات، قلل فيها قدر الإمكان. إذا قدرت تأخذ رز بني بدل الأبيض أفضل، وإذا قدرت تأخذ برغل فهو الأفضل. إذا أخذت بدل الخبز البر هذا أخذت دخن فهو الأفضل. انتهينا؟ انتهينا. نقطة مهمة جدا، لا تستخدم للطبخ ولا للقليل زيوت المهدرجة، استخدم زيوت صحية زي زيت الزيتون. ليش؟ الزيت يا سعودي يرفع السكر، الزيت المهدرج يضرب كفاءة الإنسولين. أضف على ذلك أنواع من الفاكهة حاول تتجنبها، العنب، الشمام، الحبحب، المانجو. أوكي؟ تقدر تأكل تفاحة، برتقالة، موزة، كمثرى، بخار، خوخ، مشمش، كرز، توت، فراولة، كيوي، سفرجل، كلها متاحة، بس هذه الأربع والخمس ما تفضل لأنها عالية المحتوى من السكر. مضبوط مضبوط. أضف إليها التمر، التمر لا تتعدى 2-3، وحاول أنه ما عليه دبس، وحاول أنه من التمر اللي طعمه مر، صورت لكم أمس، هذا شيء ممتاز جدا، ممتاز ممتاز. كثير والله من الناس أكتشف أن مشكلته الإسراف في الرز أو في التمر. أضف على ذلك أي وجبة تأكلها يا أخي، خذ لك صحن صغير في خضروات قبل أي وجبة، قبل أي وجبة حط عليه شوية زيت زيتون، مرة ممتاز. حط عليه ملعقة كبيرة بذور شيا، رائع جدا، ممتاز ممتاز. كل هذا الصحن اللي فيه قطع فيه طماطم، خيارة، ورقة خس، جرجير، اللي ودك، ممتاز. وانتظر بعد ما تأكل 10 دقائق ثم كل الوجبة بالعافية. وزي ما قلنا نشويات ما نفترض فيها السكر نقطع، زيوت المهدرجة ما نستخدمها، ناكل وجبة باعتدال، ولازم الوجبة منوعة، ما هو بس رز ولحم. يا أخي حط حبة فاكهة، رز، قطعة لحم، حط معها، وهكذا نوع. ها صحن دام صغير، سهل الموضوع يا أخي. كلت الوجبة والله يجعلها بالعافية حبيبي. بعد الوجبة خذ لك كوب شاهي أخضر، خذ لك كوب قرفة، خذ لك كوب مورينجا، خذ لك كوب يانسون، خذ لك كوب، بعض الناس يشرب الحلبة أو يأكلها أكل. يا أخي اشرب المشروبات الصحية، لا تضيف لا سكر ولا غيره، لا تضيف شيء. خلصت الوجبة وانتظرت لك نص ساعة بعد صلاة العصر أو بعد صلاة العشاء، امش لك 30 دقيقة. المشي نص ساعة يومي، بعض الناس يقولوا شو تسوي، نص ساعة تنزل التراكمي نص، بدل ما هو 6.4 يصير 5.9. بس المشي مهم جدا يا أخي. آخر شيء مهم جدا وسهل، ابتعد عن الضغوطات والتوتر إلى آخره. إذا عندك نقص في المواد الغذائية ضبطها، والله لو سويت تحليش القدال ناقص ولا باول، يعني الطبيب راح يضبطها لك. بكذا بإذن الله سبحانه وتعالى، ما كذا بإذن الله، بإذن الله بدل ما التراكمي 6.2 إلى 6 يرجع إلى 5.5 5.4، وتنقذ نفسك من السكري. ترى الأمر سهل لكنه يحتاج فقط إلى عمل بس. صلى الله يوفقنا وياكم، ويا رب نقول شيء مفيد. سلام.